مرحبا. مع اقتراب عيد الأم واقتراب الانتخابات النيابية من بعد غياب، مطالب عديدة عم تنتشر على مواقع التواصل من قبل الناشطين، وأبرزها إعطاء الأم اللبنانية حق الطبيعي بمنح جنسيتها لأولادها. مطلب ارتفع مع هاشتاغ جنسيتي كرامتي من قبل ناشطين وناشطات عبروا عن أسفهم لمناداتهم بمطالب بديهية لحد هلأ، ومساواة حقوق المرأة بحقوق الرجل يلي بيقدر يمنح جنسيته لأولاده. وأعلنوا عن مقاطعتهم الانتخابات النيابية في حال ما تم إقرار القانون ووضع ورقة بيضاء مكتوب عليها جنسيتي كرامتي. ومن هالتغريدات منذكر عبير غزاوي اللي قالت مثل ما بيخلوا اللبنانية تضل تنتخب إذا تزوجت غير لبناني وتضل تقوم بواجباتها تجاه وطنها، كمان إلى الحق تعطي جنسيتها لأولادها. روان طالبت كل شخص حر أنه يدافع عن حق المرأة ليخلي فرحة الأم بعيدها تكتمل، وقالت إنها مش حتصوت للنواب إلا يلي بحسوا بوجع الأم اللبنانية وبيدعموا حقها. أما ميليا يوسف فوضعت صورة الرئيس سعد مع تعليق بعدنا ناطرين، وهالشي على تصريحه خلال يوم المرأة العالمي بوجوب عدم تجاهل حق المرأة بإعطاء جنسيتها تحت ذرائع وحجج تتنافى مع أبسط الحقوق والمعايير الإنسانية. مننتقل للناشط غايد شماس يلي أطلق حملة على إنستغرام تحت هاشتاغ العمى على MTV، وهالشي من بعد قيام المحطة بالتبليغ عن فيديو قام بنشره سابقا على صفحته الخاصة على فيسبوك. سخر من خلاله بطريقته المعتادة من كلام رئيس إدارة المحطة الطبقي حول مستوى المشاهدين بلبنان، لتقوم إدارة فيسبوك بحذف هالفيديو لمخالفته قواعد النشر، ولكن من دون توضيح شو هي هالمخالفة بالضبط، الشيء اللي اعتبره الناشطين تأييد لحرية التعبير من دون أي سبب واضح أو وجيه. شكله الام تي في اخذ على خاطرهم بهذا الموضوع، ما تقبلوا الحقيقه وانتشر الفيديو بطريقه كثير سريعه بظرف اقل من 24 ساعه، اخذ 300,000 مشاهده، 3,000 شيرز، 3,500 كومنت و13,000 فيو لايكس او رياكشنز. كثير بتاسف على الليفل يلي وصلوا الام تي في، لانه انتهكوا هلا على حريه الراي والتعبير. يعني ما بيجوز بال 2018 تجي محطه توقف قدام شخص واحد واقف مع الشعب كله ضده كرمال يعبر عن رأيه، وصار موضوع أكبر بكتير من طبقات الاجتماعية يلي عم بيحكوا عنها كانوا بالفيديو. موضوع كتير مهم وأنا هيدا الشيء ما بسمحه، وحرية الرأي قبل كل شيء، ومشان هيك أطلقت حملة هاشتاغ العمى على MTV على إنستغرام. وصراحة ما بقلك قديش مبسوط من السبورت، من الدعم اللي عم بيجينا من العالم على الموضوع، وبشكرهم كثير على هذا الموضوع. وانا هيدي معركه بدي خوضها للاخر. هن بيدعوا انه كان في كوبي رايت بالفيديو، بس انه هيدا شيء ابدا مش مزبوط. انا فتت على البوليسيز تبع فيسبوك ايفن مع محاميه، ما في كوبي رايتس او انتلكتشوال بروبرتي. هيدا كان توك شو، منا غنيه، منا شيء مسجل بالدوله، منا تريد مارك، سو ماني عم باخذ كوبي رايت. فالام تي في حتى يتموا غلطهم عرفوا انه غلطوا، ما عرفوا يقولوا سوري. بما انه الام تي في اكونت كبير لفيسبوك وبتدفع كثير لدعاياتها، فشيز بريميوم كاستمر اذا بدك، ففيسبوك دغري بيسمع لدعوات هالاكونتس. ففيسبوك ما اخذ وقته يشوف الكونتنت شو موضوعه وشو مضمونه لحتى يعمل بان. يعني بنهار واحد ايفن العالم امبارح رجعوا اخذوا الفيديو عن جديد وحطوه عندهم على البيج، دغري نفس الشخص من الام تي في طرقن البان. فهيدا يعني عم بحكي مع فيسبوك وعم نرجع نخوض المعركه معهم، لانه في شيء غلط عم بيصير وعم بكبرها كثير معهم. في بيج اسمها ايام سيريوس صادفته تقريبا نفس المشكله، سكروا له الانستغرام اكونت على 10 ايام، لانه وصراحه نكته كانت اخفف بكثير من اللي انا حكيته. اخذ على خطرهم سكروا له الاكونت على 10 ايام بس لانه عمل فيديو بيضحك. ومع مطلب غايد بالحق بحرية التعبير، أنا بدي ودعكم. لمزيد من التفاصيل تابعونا عبر صفحة ترينز على فيسبوك، وعبر صفحاتي على فيسبوك، تويتر، إنستغرام، سناب شات، وعلى الأكيد ما تنسوا تتاج أند هاشتاغ ترينز. وأنا برجع بشوفكم بكرة بنشرة جديدة. باي.